ازيك يا ناديه؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقه من حاجه؟ ايوه انت اللي مضايقاني بصراحه يا ناديه. انا ممدوح ليه؟ في ايه؟ 100 مره قلت لك يا ناديه انا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لا؟ انا بسمع كلامك يا ممدوح، انت بس قولي عايز مني ايه وانا اعمله لك. قلت لك كم مره يا ناديه ما تلبسيش بنطلون. وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، السبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك. في حاجات لسه يا ناديه، يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. أوه نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد، اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول إيه؟ كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. اوه نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبة خرسانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي من الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده يا بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصار.